عايزه اقول بس ان الاسبوع اللي فات في الكويت كان في عرض استثنائي، كان في حاجه مبهره بتحصل في العاصمه الكويت. كان في عرض اوركسترالي غنائي مسرحي هوليودي. الحقيقه انه مركز الجابر الاحمد الثقافي عمل او حضر لشهور طويله جدا انه يعمل حاجه اسمها او عرض اسمه ابيض واسود، عرض مستوحى من كل الاغاني، اغاني الافلام المصريه اللي في العصر الذهبي للسينما. جابوا خبرات من انجلترا، من مصر، من الكويت، من لبنان، من دول كتيره جدا، جابوا امهر العازفين، جابوا خبراء في الاستعراضات والاشكال التقنيه المسرحيه المختلفه اللي بتتعمل في هوليود. الحقيقه انه العرض كان مبهر للغايه، وعدد ايام العرض زادت. الجميل مش بس الأداء، إنما كمان المضمون، كانت كلها أغاني مصرية استمع لها العالم العربي كله، الملايين اللي كانوا من المحيط إلى الخليج كلهم سمعوها وحفظوها وتربوا عليها. عرض راقي لأقصى درجة، وهنعرض لحضراتكم لقطات حصرية ما تعرضتش لا جوه ولا بره لهذا العرض المبهر اللي كان في الكويت عن الأفلام المصرية أو أغاني الأفلام المصرية أبيض وأسود. فين السينما؟ أولا أنا مش شايف غير صفين. أنت يلزم لك واحد جواهرك ما تعرفيش إني أقدر أقرأ أفكارك، ومن عينيكي أقدر أقول لك كل أسرارك. الشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟ بالطبع. مركز الجابر الأحمد الثقافي، تحية على العرض، تحية على المجهود، تحية على الإتقان، وتحية على الرسالة.